بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله مع الدرس لكسيون دغاي. Ich bin, du hast, er möchte. Sein haben und besondere Verben. فلدينا sein الذي معناه يكون haben يملك أو لديه und besondere Verben أفعال خاصة أو مميزة. فلدينا التصريفات Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind. ونلاحظ أن wir, seil, sie كالعادة. الأحمر طبعا الغير منتظم، والهام هنا لدينا اثنين غير منتظمة وهي الإش habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. ونلاحظ أيضا أن wir والزي نفس الشيء. بعد ذلك لدينا أفعال، بعض الأفعال. الاثنين الأولين من المودال فيرب، يعني المودال فيرب الذين في العربية عندما نستخدم المودال فيرب أو هذه الأفعال نستخدم الأن، يعني أريد أن أشتري مثلا، تمام؟ أو هل تستطيع أن تأتي؟ فالمودال فيرب هنا المشتن وموجن. möchten يريد، mögen مثل يحب أو يرغب. فإيش möchte، du möchtest، er, sie, es möchte، هنا أحمر، wir möchten، ihr möchtet، sie möchten. طبعا mag، magst، mag، mögen، mögt، mögen. هنا طبعا wissen، نحن هنا لازم نركز كثيرا في الكتابة، لأن الكثير الذي يدرس يهتم للمحادثة وللقواعد وللكلمات وللحفظ وينسى الكتابة. وهنا مهم أن لدينا wissen اثنين أس، wissen، فنتلفظ بالاثنين. فهنا أصبح ich weiß، بما أن الدوبل أس أو النطق تبع الدوبل أس غاب نكتبه كذلك ونسميه أست. هذا في برلين هكذا تعلمته، وفي الجنوب لاحظت أنهم يقولون شافس أس، فبعضهم يسميه شافس أس، الأس الحاد شافس أس، وبعضهم يسميه أس ست. ويس ويس ويسن ويست ويسن. طبعا إيش تو، دو توست، إر توت، وير تون، إير توت، und زي تون. وهنا بعض الأمثلة. أحد لديه سؤال هنا؟ أحد كتب شيء؟ أوكي. طبعا الأستاذ أودي لا يستطيع أن يساعده أكثر. الآن نذهب للتدريبات. طبعا الأستاذ أحمد يستطيع أن ينزل يده. زين، نبدأ مع الأستاذ أحمد. الآن لدينا فقط الزين، تصريف الزين، فركزوا يعني ليكون الكتاب أمامكم. هير تمام. شنايدر ماذا يقول؟ Guten Tag. Wie ist Ihr Name? Genau, super. معناه؟ ما اسمك؟ تمام، مرحبا. ما اسم حضرتك؟ بالضبط. الآن الأستاذة هندا، فراو ميستريك. Yeah. My name is ميستريك. تمام. الترجمة، دي Übersetzung. اسمي ميستريك. تمام. هير شنايدر، فراو رقية. Sind Sie neu hier? Genau, sind Sie neu hier? معناها، was bedeutet das? هل أنت جديد هنا؟ نعم، أو حضرتكم يعني. هل حضرتك جديد هنا؟ اوكي، فراو مستريك، فراو شيماء. المايك. تسمعني الآن؟ نعم، اسمعكم. Nein, ich bin schon ein
star in Hamburg. الترجمة Übersetzung. لا أنا أكون شون أشون what's name like وأجون من دول. هذه الأشياء هذه الأشياء جميلة أن نترجمها بالعامية يعني already غير موجودة بالفصحى. طيب in Hamburg يعني أنا أكون يعني أسكن في هامبورغ أو أعيش في هامبورغ زي كده. تمام أنا already موجود في هامبورغ منذ سنة. عينيا. أوكي هو عادي أنا أفهمكم أنا أفهم العامية فممكن تتكلم بالعامية لا يوجد أي مشكلة. تمام. أوكي هي شنيرة. أستاذ أحمد. المايك. Sind Sie Studentin? Genau. Sind Sie Studentin? معناه was heißt das? معنى وأنت لسه طالبة؟ حضرتك لسه طالبة؟ تمام. تمام هل أنت طالبة؟ Frau Misterek, الأستاذة هندا؟ Nein, ich bin Schülerin. تمام. طالب. طيب ما الفرق بين الستودنت والشولرين؟ ستودنتن هو هنا بيتعلم من الاثنين بيتعلم الاثنين يتعلمون فالستودنتن في الجامعة لا يعني طالب ثانوي حاجة زي كده. طيب الأستاذ أحمد لديه شيء؟ أنا كنت أقول إن ستودنتن دي طالبة جامعية وشولغين طالبة مدرسة جامعة كلمة شولة بالضبط زوبا ثانوي فالستودنتن في الجامعة أما الشولغين في المدرسة. Okay, jetzt Aufgabe 2. Schreiben Sie Sätze. يعني كل واحد يأخذ ضمير أو شيء ويصرف يعني يستخدم الفعل المناسب وبعدين يختار أيا كان. أستاذة فرو طيب أستاذ أحمد تفضل. Ich bin 15 Jahre alt. تمام أنا اصلا اخذ بالدور يعني لدينا الدور هو استاذ احمد بعدين استاذه هند بس بعدين استاذ رقية وبعدين استاذه شيماء فالكل يعرف هكذا دوره ان شاء الله. طيب نبدا من استاذ احمد فهو قال ich bin 15 Jahre alt. طيب استاذه هند دو التصريف تبع دو دو بست ليرارين. تمام دو بست ليرارين ولا ليرا دو مكتوب هنا ليرا ليرا. اوكي أو رقية يا هي است هي فان. genau هي است هي فان زوبر أو شيماء زي زي بس زي زن ياري ألت نسيت أقول زي 15 فنف15 ياري أبد. genau. okay. dann Herr Ahmed. wir. er seid glücklich. wir. طيب wir sind. oder ماشي. wir sind glücklich. wer sind glücklich. wir sind glücklich. okay. Frau Hander. seid glücklich. Ihr seid. Okay. Seid im Büro. Ach so, okay, ja. Im Büro, ja, super. Frau Rukia. Frau Tamberg ist in München. Genau, in München. Frau Schremer, mein Name.
my name this is bin. مش كان صنع. اسمي يكون. اسمي هيكون انا ايش تمام؟ هو يقول اسمي ليس انا. من نامي است. تمام من نامي است. وبعدين؟ ماي نامي است. من نامي است. لدينا اختيارين. إما هيرفانك أو كولاكوفسكي. هيرفانك. أوكي. Mein Name ist Hervank. Jetzt ist Herr Ahmed. Das? Das ist ein Wörterbuch. Genau. Ein Wörterbuch. Ja, ein Wörterbuch. Genau. نركز على الأ. وأظن يعني إن لم أقولها فالأ والأ نستطيع نتدرب عليها عندما نقول إي مثلا ونضم الشفتين فنصبح أ إيو عندما نضم الشفتين من الإي ننتقل للأ من أجل الأ نقول الأ ونضم الشفتين أ أو يعني طريقة جميلة. أوكي jetzt Frau Handa Nummer 3 haben. Haben Sie, nein, hast du Geld? Baden? كل واحد سطر. Nein, aber ich habe keine Zeit. Ich habe Zeit. Aber ich habe Zeit. Okay, الترجمة, die Übersetzung. هو بيقول انت معك وقت يعني فقال له لا انا ما عنديش وقت انا عندي وقت لكن عندي وقت لا انا لكن انا عندي وقت تمام اوكي او رقية دو دو هاست جلوك ich habe kein geld und keine zeit. انت محظوظ انا ما عنديش فلوس ولا عندي وقت بالضبط زبا اوكي او شيماء المايك يا فتحت المايك يا تشون ايني فروم هير ان مينز هو السؤال بالعربي سيكون هل وجدتم already أو هل لديكم already شقة في ماينز؟ يعني أتكلم بصيغة الجمع ولا الاحترام؟ الأنتم من أجل الأنتم الإيا هل أنتم هتبقى يعني هي هتبقى تمام مش المفروض ان هصرف اللي هو فعل هابن تمام نصرف الفعل هابن من اجل الايه من اجل الايه ف wir haben ihr habt تمام ف habt ihr schon eine Wohnung hier in Mainz اوكي طيب الاستاذ احمد اوكي هير كم هات فيل ابايت اوف وخن انده keine freizeit hat القبل الاخيره nein wir haben noch keine wohnung wir wohnen im hut genau die übersetzung احنا ما عندناش احنا لازلنا ما عندناش شقه لازلنا ما عندناش شقه بس احنا ساكنين في هوتيل في الفندق تمام الفندق نمبر 3 فراو هاندا هو خلاص قالها بقى يعني نعيدها من جديد هيركن ما اسم
الأربيت والطبخ أم بوخ إن إنت كاين فريزاي. هو أوكي. عنده شغل كتير لكن ما بيعملش آخر ما عندوش وقت آخر الأسبوع. تمام، حتى في آخر الأسبوع ليس لديه وقت. طيب. jetzt Nummer 4 في قوى رقية sein oder haben. فنختار إما sein أو haben والتصريف المناسب. أول سطر لكم. Das sind Angela und Pascal. Sie sind Schüler. Sie haben einen Hund. Okay, super. الترجمة في Übersetzung. يعني دول أنجلا وباسكال هم طلاب في مدرسة وعندهم كلب. تمام. أكلم الكلب اسمه إيه وعندهم. الآن هو الأستاذة شيماء. السطر الثاني ولا اللي هي رقم السطر الثاني يعني؟ عند اليد. Er heißt Snoopy und er ist 5 Monate alt. Die Übersetzung, der Tarjama? Snoopy, ich kann es nur Snoopy und هو يكون عمره 5 أشهر. تمام. 5 أشهر. Okay. Herr Ahmed, was? Was sind Sie vom Beruf? Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lehrer. Super. Die Übersetzung? حضرتك شغال إيه أو وظيفتك إيه؟ بقول أنا مدرس. تمام. Frau Handa. Ja, sind Sie verheiratet? Ja, ich bin verheiratet und ich habe 4 Kinder. حضرتك متزوجة؟ يا أنا متزوجة وعندي 4 أولاد. تمام. Frau Rukia, Nummer 4. Sind Sie ein Auto? Ja, natürlich. Nicht ganz. Nicht sind Sie ein Auto. Lo kanet sind Sie ein Auto? Haben. أنتم سيارة. Genau. Haben Sie ein Auto? Haben Sie ein Auto? Ja, natürlich. Haben wir ein Auto? هل عندكم سيارة؟ نعم بالتأكيد عندنا سيارة. تمام. Okay, Frau Schema, Nummer 5. Hast du ein Handy? Ja, meine Nummer ist Rokanda. تمام. أنا الآن لح. لا. أوكي. الترجمة. هل عندك يعني تليفون يعني محمول أو موبايل؟ قال له ورقمي هو كذا كذا يعني بقول مكتوب بس. أوكي. Super. Jetzt Aufgabe 5. Sein oder haben. Frau oder Herr Ahmed, das? Das ist mein Kunde. Sie ist meine Katze. Sie ist drei Jahre alt und hat grüne Augen. Jetzt. Okay, ein bisschen. Eine Tarjama. Die Mikunde, اسمها Mikunde. هي دي اسمها مكوندة. دي قطتي عندها 3 سنين أو بقالها 3 سنين معايا وعندها عيون خضراء. تمام، هي 3 سنوات. تمام. الآن فراو هاندا. jetzt jetzt sind Sie Mutter? Haben Sie هو زي يعني هي الآن أم. زين زي متى؟ لا، jetzt ist sie Mutter.
haben ist ها لأنه هي الزي هنا هي ليس ist هم. jetzt ist sie Mutter يعني هي الآن أم. هو بيتكلم هي دي مامتك ممكن ده القصد يعني لا لا هي الآن أم يعني هي لديها أطفال الآن، القطة لديها أطفال فهي الآن أم. jetzt ist sie Mutter. Ist sie Baby? Sie haben alle und haben أنا لم أسمع جيدا. أوجل في دي موت. طيب صح كده ولا إيه؟ سأعيد لأنني لم أسمع جيدا. زي بس دي تمام. صغور. زي هات 3 كاتس بيبيز. زي هات 3 كاتس بيبيز. هي لديها 3 أطفال قطط. زي زنت على زي زي كلهم حلوين. وانت هابن grüne Augen wie die Mutter ولديهم عيون خضراء. الأستاذة رقية آخر جملة. Mikunda ist sehr glücklich und ich bin auch glücklich. تمام. الترجمة Übersetzung. Mikunda محظوظة وأنا برضو محظوظ. هنا glücklich سعيد. سعيد تمام. تمام فميكوندا سعيدة وانت ايش او وانا ايضا. تمام. اوكي استاذ احمد رفعتم يدكم. لو سمحت انا كنت عايز اسال بس على جملة ييتست في نمرة 5. اوكي ييتست بتعمل نول ودا اين بتعمل اللي هي صفرية ولا بتعمل اللي هي رقم مركمة في الجملة؟ يعني موقعها من الجملة يعني؟ Yeah. تمام هي ممكن نقول يتس است موتا وممكن نقول زي است يتس موتا زي الليدا. يعني ممكن اجيب تمام. الفعل هو كده الفعل رقم 2 صح؟ الفعل رقم 2 نعم. تمام اوكي ماشي شكرا. فاليتس ممكن نبدلها دائما بالزي. تمام يعني هو ممكن يتعامل رقم صفر وممكن يتعامل رقم واحد. بالضبط. تمام شكرا. عفوا. جيت ان زي ولا هيت است او شيء ما اظن مش كنا جيت ان تاك بس مش ان زي الاستاذه شيماء لكن نعم. طيب استاذه شيماء ممكن تعيدي كينا Guten Tag. Was möchten Sie? طيب الترجمة في Übersetzung. صباح الخير. كيف حالكم؟ لا مشتن. ما معنى مشتن؟ لحظة مشتن. ماذا تريد؟ ماذا تريدون؟ أو ماذا؟ تمام. يعني حضرتك تمام. ماذا ف تريد حضرتك؟ guten Tag. تمام. ف guten Tag مثل مرحبا يعني وليس صباح الخير. لأنه صباح الخير guten Morgen. was möchten Sie؟ هو في فرق بين was wollen Sie وبين was möchten Sie. ال wollen يريد، ال möchten تودون. ففيه لطافة أكثر واحترام. تمام. طيب الآن الأستاذ أحمد أو تايلو. لا wir möchten etwas zu trinken oder trinken. Was heißt das? إحنا محتاجين حاجة نشربها. تمام الآن فرو هاندا إيش؟ Ich möchte einen Kaffee. Ja, was heißt das? Und أنا المعنى أنا عاوزة كافيه. تمام. الكينا فراو رقية und was؟ und was möchtest du؟ في Übersetzung. وأنت عايز إيه؟ ماذا تريد؟ كينا. أوكي. الآن أستاذة شيماء أو شيماء
بنت هيلا. Ich möchte eine Cola. Genau. Was heißt das? معناه؟ أنا أريد كولا. تمام. Herr Ahmed, Nummer 2, Frau Taylor. Frau Taylor und Ihr Sohn bin, möchten etwas zu trinken. Etwas, was heißt das? Da, سيدة تايلور ده وابنها محتاجين حاجة يشربوها. Okay. Frau Handa, Frau Taylor. Frau Taylor möchte einen Kaffee. Frau Taylor عاوزة. نفس الشيء. Okay. Frau Rukia und Ben. Und Ben möchte eine Cola? Möchte. Möchte eine Cola. Und Ben عايز Cola. Genau, super. الآن ننتقل للسابعة. طيب نفصل ونعود إن شاء الله حتى لا نقطع في أثناء الدرس. تمام. Dann machen wir weiter. Jetzt Aufgabe 7. Mögen يود أو يريد يعني يرغب. Schreiben Sie Sätze. نكتب جمل. Frau Handa, fangen Sie bitte an. Nummer 1. Ja, ich. يعني الجدول قصدي. الجدول لسه. الجدول. فايش؟ تمام. نختار الفعل المناسب ونختار أي شيء. تمام. Ich mag Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Keinen. Keinen Kaffee. Okay. Frau Rukia, meine Freundin. Meine Freunde, Freundin mag Kartoffeln. Kartoffeln. Genau. Meine Freundin mag keine Kartoffeln. Super. هو إيفان يقول لا ماينا فوينتن ماغ نيشت كاتوفن ولا لا؟ ماينا فوينتن ماغ نيشت كاتوفن ينفع برضو؟ هي بالنسبة لي تكون غريبة. تمام. فالأولى أن نقول ماينا فوينتن ماغ كاينا كاتوفن. لكن لو أردنا نستخدم نيشت نؤخرها للآخر. ماينا فوينتن mag Kartoffeln nicht. Frau Schema, mein Freund. Mein Freund mag keinen Kaffee. Mein Freund mag keinen Kaffee. Okay. Frau Hansa, meine Eltern. Meine Eltern mögen Fisch. Mögen keinen Fisch. Okay. Keinen Fisch. Frau Rukia, wir. Wir mögen Käse. Wir mögen keinen Käse. Genau, super. الآن jetzt Aufgabe 8. Wissen. Ergänzen. يعلم. طبعا هنا ما بين يعني الفرق ما بين wissen und kennen. يعرف ويعلم. فالفرق يكون مثل العربي. فحسب ما تستخدمون المعرفة والعلم نستخدم الوسن والكنن. تمام؟ يعني هي لن تكون 100% قاعدة ثابتة لكن راجحة يعني غالبا تكون هكذا ناجحة. فنمرة 1
وصلنا عند مين؟ فرو شيماء. أي نعم. هتبقى زي هو ضميرين ده زي زي دي، ما انا مش عارفه زي زي دي مقصود بها زي هي اسمعكم، ولا زي حضرتكم. هي ميزتها مميزة يعني، لأنه الزي دايما تكون كبيرة، الاحترام دايما يكون كبير يعني، حتى عندما مثلا في القرآن ربك مثلا، تمام، فالكاف الخطاب أو الكاف هذا الضمير يكون مثلا دايم، والدين يكون دايما كبير، لماذا؟ للاحترام، فأي شيء حتى لو كان للغائب فيه احترام، فالزي هنا محترمة، فحضراتكم. هتبقى بسنزي بسنزي هو ده باهنهوف إيست. Genau. Die Übersetzung, Tarjama. هل تعرف أين تكون المحطة؟ تمام. الآن فاو هندا. Tut mir Tut mir leid. Das weiß ich nicht. Rangeln Sie durch den Polizisten, der weiß ich bestimmt. يعني هو بيعتذر إن هو ما يعرفش، فممكن حضرتك تسأل بالتأكيد البوليسست، هو بالتأكيد هيقول لك يعني. ماشي. تمام. طيب السؤال، الفايس كيف يكتب؟ الفايس اس ست اسد زبرة. أو رقية نيماند؟ نيماند فايس ob Herr Zruden heute kommt. Zruden, ja, heute kommt. Zruden. لا أحد يعرف يعني هل السيد Zruden هيجي النهاردة؟ Genau, super. Nummer drei, Frau Schema. هتبقى دي دو، هتبقى فيست دو. Wisst du, warum Anne heute so spät kommt? Also keine Ahnung. Ahnung? Ahnung. Almana? لا لا أعرف المعنى. Warum؟ يعني لماذا؟ ودو يعني هل تعلم لماذا؟ أني وماذا تعلم؟ أني heute يعني عندها أو في درج؟ spät متأخر. فهل هل تعلم لماذا أنا اليوم تأخرت أو أتت متأخرة؟ أنا ده اسم. تمام. لماذا أتت متأخرة؟ تمام. فكاين آنك؟ لا أدري. لا أدري. أوكي. نمافيا أو هندا؟ Die Kinder, sie sind heute wir mehr als wir früher. Früher. الأطفال النهاردة هيجوا مبكرا. الأطفال يعلمون اليوم، الأطفال اليوم هيجوا متأخر بدري. لا، هو wissen يعلم يعني، فدي كنا wissen يعلمون أكثر اليوم من القدماء أو يعني من السابق. früher mehr als wir früher كان نحن okay die Kinder wissen heute viel mehr الأطفال يعرفون اليوم أكثر als من منا في السابق في الماضي früher سابقا تمام مش مبكرا okay الآن تسعة مبكرا يعني إيه خلاص بدأت مبكرا فرو في فرق بين الفرو والفروهير ich bin früh aufgestanden استيقظت مبكرا
فرور يعني هي اصلا هي موجوده يعني اللي موجوده دلوقتي في الجمله عندنا دي راس بدوده. الكلمة هنا فرويها في السابق أو في الماضي، أما المبكر ففرو فقط، إن نحذف الإيه الذي في الأخير. أوكي تمام. أوكي نمرة 9 ها أحمد تون أجانسن زي دي أنومن هات أوكي فاستون ديف تون ديف توت دنفي فاستون هو رد قال من أورين صح ولا إيه؟ تمام، لكن هو يقول ماذا يؤلمك؟ فالماذا يؤلمك بمعنى الغائب يعني الآزي أس، فيكون أنا بتكلم بشكل عام. أنا بصيت على الإجابة لأن هو قال ماين أورين لقيتها جمع، فأنا قلت إيه اللي بيؤلمك بنسبة كبيرة. تمام، يبقى فاستو دافا. إيه تمام، فاستو تنفي معناها ماذا يؤلمك؟ ماذا يؤلمك؟ الآن فاو رقية ماين أورين ماين أورين توت wer was kann ich جمع meine Ohren جمع يبقى تون تمام meine Ohren tun wer was kann ich tun was kann ich tun ان تون هو هنا هو هنا هنضع نهايه بس يا جماعه نهايه انا كانت لطفا فعشان الجميع يفهم ماين اورن جمع ف يعني هم يؤلمونني ف زي تون في تمام بس كان ايش تون ايش تون الضمير تو ايش يقصد تون اوكي jetzt Frau Schema Arzt اوبس نامن زي تابلتين und Blieben Sie zu Hause? Bleiben Sie zu Hause? Zu Hause? Arbeiten Sie nicht? Arbeiten bei arbeiten Sie nicht? Räumen? Räumen? Räumen Sie nicht auf? Sie nicht auf tun. تمام تون زي ganz weh. تمام فخذوا حضراتكم الأدوية قبلتنا und bleiben Sie zu Hause وابقوا في البيت. Arbeiten Sie nicht لا تعملوا räumen Sie nicht auf لا ترتبوا tun Sie ganz wenig يعني افعلوا القليل. Herr Ahmed was was tust das? Was tust du? Frag nicht, was ich tue. Ich will einfach mal nichts tun. تمام. الترجمة دي Übersetzung. إيه اللي أنت بتعمله؟ تمام. Frag nicht. ما تسألش إيه اللي أنا بعمله؟ أنا عاوز einfach mal nichts tun. أنا مش عايز أعمل حاجة سهلة الأينفخ مال هنا بالتأكيد بالتأكيد أو تمام ماشي أنا يعني هو مش عاوز أنا بالطبع مش عاوز أعمل حاجة يقصد كده ليه ممكن لكن هي الأينفخ مال يعني هي ليست الترجمة يعني هي مثل التأكيدات في اللغة العربية يعني صعب أن أشرحها زي شون كده صح؟ اوكي مش فاهم ايش الشون غير لأن الشون لديها معنى أما التأكيدات في اللغة الألمانية ليس لديهم معنى ايش بال زي ما نشت تون لا مش هتنفع اوكي انا افتكرت جملة كده تقريبا كان نفس الكلمة دي كانت مش بس ما كانتش مدامة معنى فعلا برضه ساعتها هو ممكن هو انا بكل بساطه مش عايز اعمل حاجه ممكن تمشي كده ممكن لكن معناها بسهوله تمام لكن التاكيدات في اللغه الالمانيه تدل دائما على المفاجاه مثلا او عدم الرضا مثلا
هكذا. فصعب أن نقول أنه معناها كذا. نحن نقول أنه معناها الرد، معناها مثلا التعجب، فهمتم؟ فهي لديها معنى إحساس وليست معنى حرفية أو معنى بالكلمة يعني. وهذه الأشياء ستأتي إن شاء الله سابقا يعني في العطفة إن شاء الله هنا. طيب أحد لديه أي سؤال؟ الحمد لله. نعم.